عشر سنوات مضت محملة بالدمار والقصف والتهجير أنهكت كواهل الأهالي في دير الزور بالفقر والعوز، ما جعل شغل الناس ينصب على تأمين لقمة عيشهم. شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً في أسعار كافة السلع من مواد غذائية ومحروقات وغيرها بالتزامن مع انعدام فرص العمل وانتشار البطالة، ما جعل الوضع المعيشي غاية في الصعوبة. وفي هذه الأيام تطوي السنة أوراقها الأخيرة محملة بالكثير من الهموم والآمال بغد أفضل، فالأهالي يحلمون بأن تنتهي هذه المأساة والبؤس وأن يصبح رغيف الخبز في متناول الجميع. نتمنى إن شاء الله على أول السنة الجديدة يجي معها الخير والأمان والإطمان والراحة النفسية، لأنه الناس والله تعبت. اليوم لا خبز يروح على الفرن تا يستلم خبز، ما في خبز، يروح تا يشتري شغلة غالية، يريد يشتري شغلة لأهله غالية، يعني كل شيء صارت العيشة صعبة. ونتمنى التفقد على البشرية، ونتمنى أنه الإنسان يعيش حياته بس، ما يريد كل شيء بس يعيش. والله الوضع سيء جدا، غلابة الطحين، الخبز والله حصو، بيحصو الخبز بيزد من الشيء هذا، الناس تاكل حصو، والله يفرجها ان شاء الله. امنيتنا ان شاء الله بالسنة الجديدة ان شاء الله يفرجها، وان شاء الله ترخص الاسعار، وان شاء الله يفرجها جميع المسلمين ان شاء الله، لان الوضع سيء لابعد حال. والله حلول يعني لهالناس ان كانوا من اوضاع او مواد غذائية او افران، يعني يحلون هالمشاكل هاي من شان الناس يصير حلمها الوحيد انه اللي تحقق انه قوتها اليومي تحقق، يعني زين، او تقدر تحصله بسهوله يعني. وان شاء الله ان ترجب العام الجديد انه يكون افضل من العام اللي احنا به حاليا يعني. ونتمنى ان يعود الامن والامان ونعود الى ديارنا والى بلدنا كما نحن في بلدنا بالريف الشرقي، لكن ينقصنا كثير من الأمور من المخابز. نتمنى العام الجديد أن يكون فيه خبز للمواطنين، والعام المقبل أن يكون فيه مياه الشرب، وأن يكون فيه أولا وأخيرا بين هلالين الأمن والأمان الذي هو مثل ما يقولون مطلب جميع هذه الأمة.